بحب أشرب سجاير براحتي والمضيفة بتهتم بيا لوحدي. حقيقة امتلاك نمبر 1 طيارة خاصة لسفرياته وسعرها هيصدمك. من وقت للتاني بيظهر نمبر 1 محمد رمضان في طياراته الخاصة واللي تقريبا بيعمل كل سفرياته من خلالها. فنمبر 1 ما بيحجزش في الطيارات العادية، دايما بيظهر في طيارة خاصة بيه وبيكون راكب فيها لوحده ومعاه أصحابه أو عيلته. فيا ترى إيه حكاية طيارة نمبر 1 وهل فعلا الطيارة دي بتاعته؟ البداية كانت مع صور كتير نشرها رمضان وشاركها مع المتابعين وهو في طيارة خاصة. ففي كل سفرية ليه بيظهر وهو نايم في الطيارة أو بيلعب أو قاعد بيستمتع لوحده في الطيارة، وبيبقى باين للمتابعين والجمهور إن نمبر 1 مش راكب طيارة عادية، لا دي طيارة خاصة. محدش بيكون معاه غير كابتن الطيارة والمضيفات، ولو حابب عيلته أو أسرته يكونوا معاه. واستغرب المتابعين والجمهور وانتشرت أخبار إن نمبر 1 ثروته بقت كبيرة جدا لدرجة إنه اشترى طيارة خاصة علشان يسافر بيها، وانتشرت الأخبار دي والجمهور كله بقى مصدقها. لكن المفاجأة إن نمبر 1 ما عندوش طيارة خاصة ولا حاجة، وإن كل الطيارات اللي كان بيظهر بيها في الصور بتكون طيارة خاصة تبع شركة وهو بيأجرها في رحلته، زي ما في كتير من رجال الأعمال والفنانين بيعملوا علشان يكونوا مرتاحين في سفرياتهم، وبيتعاملوا مع شركات محددة لتأجير الطيارات زي شركة فيستا جات ومقرها الإمارات، أو شركة إير إكس، أو شركة نورل، وبيبدأ سعرها في الرحلة الواحدة من 11,000 دولار وبتتقدر على حسب المسافة. فلو لاحظنا في كل صورة نمبر 1 في أنواع الطيارات بتكون متغيرة في كل رحلة، وده على حسب الشركة اللي بيكون مأجر منها الطيارة. مش بس كده، نمبر 1 نفسه أكد إن ما عندوش طيارة خاصة ولا حاجة. عنده سطول عربيات كبير عددهم يوصل ل17 عربية، لكن ما عندوش ولا طيارة، واعترف إنه بيلجأ لتأجير الطيارات خلال رحلاته عشان يكون مرتاح. فسبق ونشر رمضان صور حديثة لي على حسابه على فيسبوك من داخل طيارته الخاصة، وعلق وكتب: أول مرة سافرت كانت بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب. كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوه طيارة واحدة قريبين من بعض، والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي. ودلوقتي مع إني مش بسافر غير بطيارة خاصة، بس لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقول لكم الطيارة الخاصة، عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري. وبكده يكون رمضان حسب كل الأخبار والإشاعات اللي بتقول إنه عنده طيارة خاصة بيسافر بيها، وبيأكد إنها مجرد إشاعات مش حقيقية، وإنها مجرد طيارات بيأجرها من الشركة أثناء رحلته.